جنود في المنطقة. للمزيد من الحديث مشاهدينا عن التصعيد للحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، تنضم إلينا من بيروت مباشرة دكتورة إيمان شويخ، الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة إيمان. لماذا تصعد إسرائيل من وجهة نظرك؟ أهلا بك دكتورة إيمان. لماذا تصعد إسرائيل في هذه المرحلة ضرباتها على لبنان في شتى الأماكن بالجنوب والتي قيل أنها تمتد إلى بيروت في مقربة منها في هذه المرحلة من وجهة نظرك؟ بطبيعة الحال هذا هو يعني المخطط أو المرحلة الأولى التي تريد من خلالها إسرائيل تجفيف كل المنشآت التي تعتقد أنها تابعة لحزب الله ومخازن الأسلحة طبعا حسب يعني الرواية الإسرائيلية، وكل ربما المنشآت التي هي تعد من البنى التحتية وتشمل كل المواد الأساسية والعسكرية والذخائر بالنسبة لحزب الله. وهذا أتى طبعا بعد استهداف منظومة الاتصالات التي حصلت في 17 أيلول في مجزرتي البيجر واللاسلكي، وبالتالي هذا الأمر متوقع أن يكون هنالك تمهيد لعمل عسكري بعد أن تمكنت من اغتيال كل قادة الصف الأول ومن بينهم أمين عام حزب الله. وهذه المرحلة تحديدا هي من أجل القضاء على البنية الاجتماعية و طبعا كل بيئة حزب الله من السكان الذين هم الآن طبعا ينزحون من المناطق التي يتم يعني إنذار سكانها لإخلائها، وبالتالي هذا الأمر مرجح للتصعيد أكثر. الضاحية الجنوبية هي الآن الهدف الأساسي لإسرائيل بموازاة المنطقة الحدودية التي يعني هي نعم. دكتورة إيمان، يعني في العمليات البرية الكثير من المناوشات القوية ورد الفعل القوي جاء من حزب الله، ومما جعل إسرائيل في بعض الأحيان تتقهقر إلى الوراء في العمليات البرية. فإلى أي حد تقدم إسرائيل على استمرار العمليات البرية وهي ما تمارسه دوما في هذه الحرب هي الضربات الجوية؟ أعتقد أن إسرائيل الآن تمهد الأرضية للقيام بعملية برية تكون فيها القوات الإسرائيلية بمأمن من كمائن قوات حزب الله، لذلك نرى أنها تتحين يعني الوقت وتراهن على عنصر الوقت وشراء الوقت الذي من خلاله تعتقد أن مقاتلي حزب الله بغياب القادة وبغياب ربما كل الوسائل التموينية ووسائل الاتصالات ومنظومة الاتصالات ستكون هذه القوات غير قادرة على المضي قدما. لذلك نرى أنه في الوقت الضائع تقوم طبعا إسرائيل باستكمال ضرباتها الجوية سواء في قرى ومدن الجنوب أو أيضا في الضاحية الجنوبية والبقاع وأيضا في مناطق أخرى ذات غالبية درزية أو سنية أو مسيحية. وهذا يعني بطبيعة الحال أن يعني الاستطلاع بالنار الذي تمارسه في الحدود لا يعني لا ينفي تفوقها العسكري وتفوقها الاستخباراتي الذي لا تزال تراهن على تحقيق مكاسب في التفاوض إذا ما كان التفاوض يعني قريب، ولكن لا يوجد شيء يشي بأن ثمة حلول دبلوماسية هي الآن ستكون سيدة الموقف. ولو أننا سمعنا بعض التصريحات من قبل نواب حزب الله يعني مفادها بأن ثمة إمكانية لفصل جبهة غزة عن جبهة نان في حال حصل وقف لإطلاق النار، لكن هذا الأمر طبعا لا يناسب نتنياهو الذي هو لا زال يشعر بنشوة النصر وبأنه حقق الإنجازات تلو الأخرى أهمها اختراق منظومة التواصل والتي كان يعمل عليها الموساد منذ 2015 وحولها إلى يعني وسيلة لاستعمالها في هذه الحرب التي هي مصيرية بالنسبة لإسرائيل والتي تعتبرها طبعا أنها لا تتكرر، فرصة فتحت لها ولا تتكرر يعني نعم. في التاريخ. دكتورة إيمان نعم. أعتقد الآن أنها ستكون تصعيد أكثر في العمليات العسكرية.
دكتورة إيمان، منذ قليل وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيره من جديد ل25 قرية تقريبا ونقطة مختلفة في المنطقة أو الضاحية الجنوبية من لبنان بأوامر مجددة للإخلاء. هذا يعني أنه يستعد لعمل عسكري في هذه المرحلة وهو متوقع أيضا، لكن هل تنجح سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة في القضاء على تواجد حماس في الجنوب اللبناني كما توقع، وطرد حزب الله مجددا من الجنوب، وهو ما قد انهاه حزب الله في مرحلة من المراحل وأكد وجوده بالجنوب؟ هل تعيد إسرائيل احتلال جنوب لبنان بمعنى أصح؟ لا أعتقد أن موضوع الاحتلال يعني سيكون متاح بالنسبة لإسرائيل، ليس فقط بسبب وجود حزب الله، وإنما بسبب أيضا الضغوطات الدولية والاعتبارات الدولية للبنان، لأن لبنان ما زال هو الساحة المناسبة لطبعا نفوذ عدد من الدول وأهمها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة طبعا إلى إيران التي تسيطر على القرار السياسي. وبالتالي أعتقد أن موضوع الاحتلال هو غير يعني لن يكون من السهل القيام بهكذا أمر. حتى الاجتياح، التجارب السابقة لإسرائيل في لبنان، إن كان اجتياح 1982 الذي كان هدفه دحر منظمة التحرير الفلسطينية، اعترفت إسرائيل آنذاك بأنها يعني فشلت في هذا الاجتياح الذي أدى إلى ظهور تنظيم أكثر تشددا بالنسبة لها، ألا وهو حزب الله. كذلك الأمر في حرب 2006، لم ينجح الاجتياح البري ولم يخرج أحد منتصرا من الحرب، إنما كانت القرارات الأممية هي التي سيدت الموقف وأنهت هذا الصراع. وبالتالي نتنياهو اليوم وحكومة إسرائيل وحكومة الحرب تحاول طبعا تقليب البيئة، بيئة حزب الله عليه أكثر، وممارسة المزيد من الضغوطات من خلال فراغ الجنوب من كل سكانه، وخاصة في ظل أزمة إنسانية كبيرة يعانيها هؤلاء، الذين طبعا عجز حزب الله عن إيوائهم بعدما ضربت أغلب المنشآت التابعة له، بموازاة طبعا عجز وتملص الحكومة اللبنانية التي هي حكومة تصريف الأعمال من إيواء حوالي نصف مليون نازح من الجنوب أو الضاحية الجنوبية. وبالتالي نتنياهو يعمل على أكثر من اتجاه، الشيعي المسيحي، لأن طبعا هنالك احتقان كبير لدى البيئة الشيعية التي زادها موضوع اغتيال الأمين العام لحزب الله الكثير من التشدد والتطرف، وهذا الأمر طبعا يفيد ويخدم إسرائيل أكثر، يعني بطبيعة الحال التي تأمل منه أن يؤدي إلى اشتعال حرب أهلية على غرار الحرب الأهلية التي نشبت في لبنان عام 1975 وبقيت حتى 1990، وتخللها طبعا حروب بين إسرائيل ولبنان. لذلك اليوم ما تقوم به إسرائيل هو إفراغ الجنوب، إفراغ الضاحية الجنوبية، إفراغ البقاع، تمهيدا لمرحلة مقبلة يكون فيها الحصار هو سيد الموقف، أيضا على غرار ما حصل في 1982 حيث تمت محاصرة العاصمة بيروت وقطع عنها كل إمدادات الغذاء والدواء وكل الاحتياجات الأساسية، وقطعت أيضا الكهرباء. لذا وهذا ما يخيف اليوم، أن يكون فعلا يعني أهداف إسرائيل أن تحاصر لبنان وتقوم بعزله عن العالم. وهي ضربت المعبر الحدودي الذي يربط لبنان بسوريا، إضافة إلى المعابر الأخرى، وهنالك أيضا تهديد بالنسبة لمطار بيروت الدولي، الذي خرج اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال يتحدث أنه ثمة يعني إجراء سيتم بموجبه وضع هذا المطار تحت أمرة الجيش اللبناني
اللبناني وتحييده عن الصراع، خاصة أنه لا زال الآن يعمل في ظل كل الضربات التي تحصل. نحن نعلم أن مطار بيروت الدولي يقع في نطاق الضاحية الجنوبية، وبالأمس وحتى في الأيام السابقة، بالأمس لأنها كانت ليلة الأعنف على الضاحية، كانت طائرات الشرق الأوسط الشركة اللبنانية الوحيدة التي تعمل الآن في مطار بيروت تحط في المطار بين الغارات. لذلك هنالك طبعا مخطط إسرائيلي خبيث جدا يراد من خلاله إخضاع لبنان وإجباره على قبول شروط نتنياهو وشروط إسرائيل التي تتعدى 1701 إلى 1559، ما يعني حل كل الميليشيات وانسحاب طبعا القوات الموجودة يعني على الأراضي اللبنانية. وهذا الأمر أعتقد أنه يجابه كثيرا بمعارضة من قبل حزب الله المصر حتى الآن على المضي في هذه المعركة حتى النهاية. بعض أفراد اليسار الإسرائيلي ممثلين في الحديث من خلال جريدة إدعوت إحرانات قالوا أن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل على الرغم من أنها أتت ثمارها في القضاء على الكثير من الأسماء الكبيرة والهامة والبارزة في حزب الله إلا أنها ليست السياسة الصحيحة. كيف ترين هذا؟ لا أعتقد أن يعني الاغتيالات لا تقضي دائما على أي حزب أو أي جيش غير نظامي، لأنها أحيانا ترتد سلبا وتعود يعني بفكر وأيديولوجيا أكثر تشددا وأكثر تطرفا. ويعني تجربة حماس في غزة هي خير دليل على ذلك. حاولت إسرائيل على مدى عام القضاء على حماس، وهي وضعت هذا الهدف نصب أعينها أن يكون هنالك يعني قضاء وعدم تواجد لحماس في غزة، إلا أن هذا الأمر أعتقد أنه من الصعب لأن هنالك إيديولوجيا هي التي تحكم هذه التنظيمات. وبالتالي لا أعتقد أن صحيح أن هذا الأمر الآن يربك حزب الله، والدليل على أنه يعني لم يتم حتى الآن اختيار نائب للأمين العام لحزب الله، ويتم قيادة هذا الحزب بشكل جماعي أو مشترك. هذا الأمر يربك طبعا الحزب ويؤدي إلى التراجع في أدائه بالنسبة للعمليات التي تحصل، إلا أن يعني إضعاف الحزب أو القضاء على حزب الله كما تريد إسرائيل من أجل عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر أو عدم تكرار طبعا التجارب السابقة منذ نشأة الحزب في عام 1982 هو غير يعني لا أعتقد أنه ممكن. ولكن إذا ما مضت إسرائيل في عملية الاغتيال، لأننا اليوم أيضا يعني الضربات على الضاحية الجنوبية وفي نفس المكان حسب طبعا المسؤولين في حزب الله هي لإعاقة الوصول إلى من كان مرشحا لخليفة نصر الله وهو السيد هاشم صفي الدين. وهذا الأمر يعني أن إسرائيل مصرة على استهداف كل البنية القيادية لحزب الله. يعني إذا ما استمرت إسرائيل في هذه السياسة وعجزت إيران عن حماية حزب الله، لأن طبعا العجز واضح بسبب ليس فقط يعني ليس الآن الخرق عسكري أو تفوق عسكري، هو تفوق استخباراتي أدى إلى انكشاف حزب الله وانكشاف إيران. أيضا تمكنت من خلال ذلك إسرائيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إسماعيل هنية. لذلك هنالك مخاوف كثيرة عما إذا كان فعلا سيعطى المجال الضوء الأخضر لإسرائيل تمضي في هذه العمليات يعني طبعا التي تشكل اغتيال العصب لقادة المحور. إذا كان فعلا هذا هو الخيار يمكن الحديث عن تغييرات هيكلية ربما في حزب الله، ولكن طبعا تبقى الكلمة للميدان. أشكرك دكتورة إيمان شويخ الكاتبة والباحثة السياسية على المداخلة وما قدمته معنا من وجهة النظر.